صباح الخير. فيديو جديد وحكاية جديدة من حكاية طب الأسنان في أمريكا. جالي كذا سؤال من طلبة كتير عايزين يكملوا دراسة في أمريكا. وانت طالب علشان تكمل الدراسة في أمريكا ديت، يعني لو انت مثلا في كلية في مصر أو كلية في الأردن أو في فلسطين أو في المغرب أو في تونس، مش هينفع تحول ورقك وتروح طب أسنان أمريكا. فتعمل ايه؟ اسهل طريقة ان انت تخلص كلية طب الاسنان في البلد اللي انت فيها، وبعدين بيجي هنا هنقسم جزئين، الجزء الاولاني اللي معهم جرين كارد او الباسبور الامريكي، الجزء الثاني اللي معهمش. الجزء الاولاني اللي هو معهم جرين كارد والباسبور الامريكي، دول بيبقى اسهل لان هيقدروا يقدموا على قروض ويقدروا يقدموا للكليات بسهولة، بيبقى عندهم ادفانتج. هيعمل ايه؟ هيخلص الكلية في البلد اللي هو فيه، يجيب الشهادة بتاعته يعدلها في الاي سي اي، ياخد امتحان البورد بارت 1 وبارت 2، وبعدين ياخد امتحان التوفل يحاول يجيب فوق 102 ويقدم في الكليات وان شاء الله يتقبل. هيبقى نسبة قبوله اعلى لان بيحاولوا ياخدوا هم ولاد البلد اكتر، فهيبقى نسبة قبوله اعلى. طيب الناس اللي هم ما عندهمش جرين كارد وما عندهمش الباسبور الامريكي، يقدر برضو يجي يذاكر في مصر او في بلده، الأردن، العراق، في أي بلد، يخلص المذاكرة بتاعته ويروح يقدم على الامتحان. أول ما يقدم على الامتحان ياخد ورقة الامتحان ويروح السفارة الأمريكية يحاول ياخد ال H H ال B1 B2 فيزا ديت، اللي هي فيزا السياحة. إن شاء الله لو قدرت تقنعهم في السفارة، يعني وعادة طلبة طب أسنان هم ما بيد يعني بيحاولوا ياخدوا منهم عدد كويس، فإن شاء الله تقبل وتاخد الفيزا. لو أخدت الفيزا، الفيزا عادة بتبقى ب5 سنين. تيجي تمتحن، امتحن البورد بتاعك وخلص امتحان البورد، وبعدين بيبقى قدامك إقامة حوالي 6 شهور، لأن عادة بيدوك في البوينت اوف انتري بيدوك حوالي 6 شهور. في ال6 شهور ديت لو تقدر لو في مجال ان انت تقدر تقعد مثلا، لو عارف حد تقدر تقعد معاه او تقدر مثلا تشتغل مع حد لو تجيب مصاريفك، او الحالة التانية احسن اللي انا في وجهة نظري احسن، ان انت تنزل بلدك تاني تذاكر للبارت 2، بعدين تحضر كويس للبارت 2، بعدين تيجي تمتحن بارت 2. لما تيجي تمتحن بارت 2 بتبقى مجهز بقى حالك ان انت ناوي تقعد حبة علشان تحاول تقدم على الكليات، تحاول تقدم على الريزدنسي، تشوف مكان تقعد فيه. انك تشوف مكان تقعد فيه ده بيبقى، يعني هعمل لكم فيديو مبسط ان شاء الله، لان ممكن تقعد بفلوس قليلة جدا هنا في امريكا لو يعني الحالة المادية مش متاحة ان انت تقدر تأجر حاجة. ففي حاجات ممكن تقدر تعملها ان شاء الله في الوقت دوت. لو ان شاء الله قدمت واخدت بارت 1 بارت 2 ومعاك التوفل فوق 102، بتبتدي تقدم في الكليات. طبعا هتقول لي طب انا هقدر اصرف على الكليات دي منين؟ انت في حاجات ممكن تقدر تعملها، زي ما قلت قبل كده، لو تقدر تشوف حد يعمل كوساينر، لو ليك اخ او ابن عم او ابن خال او حد قريب جدا تثق يثق فيك ان هو يقدر يمضي لك الورق وهتدفع الفلوس بعد كده، لان الفلوس دي هتبقى قرض وهو المسؤول عنها، فالموضوع يعني مقلق حبه. بس لو حد من قرايب الدرجة الأولى عادة بيرضوا. الحل التاني برايفت لون، لو انت معاك فلوس تقدر تدخل تكمل في الدراسة سنة مثلا من السنتين، ممكن تاخد برايفت لون للسنة التانية. عادة بيعملوا لك الكلام دوت لو انت قدرت تدفع سنة. او الحل التالت ان انت تقدر لو عندك امكانيات مادية او حد من اهلك عنده امكانيات مادية يقدر يسلفك الفلوس ديت لغاية ما تخلص، ان شاء الله هتقدر تدفعها، فما تقلقوش من النقطة دي. الحل الاخر برضو بالنسبة للولاد والبنات، لو في هنا جوامع ومراكز اسلامية، وبالنسبة للمسيحيين في كنايس، يقدر يتعرفوا على بعض ويمكن يلاقوا شريك حياة كويس ويقدروا يعملوا الورق، فديت برضو حاجة ممكن تتعمل. قبلت في الكلية، لو ان شاء الله قبلته في الكلية 99% هتقدر ترجع الفلوس with no problems، لان دخلة الدكتور الاسنان هنا يعني يعتبر من احسن الدخول اللي موجودة في امريكا. هي طبعا
مش كل الناس بتاخد زي بعضها، بس يعني هتقدر تسدد قروضك وهتقدر تعيش كويس ان شاء الله. طيب في ناس سألوني برضو، قالوا لي طب افرض ان انا خلصت امتحان بارت 1 وبارت 2 وبعدين ما يعني مش قادر ادفع الفلوس بتاعت الكلية، ادخل على النظام التاني اللي هو موضوع الريزنسي، حاول فيه. اي نعم هيبقى صعب لان انت بتنافس الناس اللي خريجين امريكا، بس يعني ممكن يجي لك ريزيدنسي تخصص، هيبقى صعب قوي بس ممكن، وممكن يجي لك الريزيدنسي بتاع جنرال براكتس ريزيدنسي. ونصيحتي لما لو هتيجي تقدم في الجنرال براكتس ريزيدنسي، قدم في الولايات اللي هي البعيدة اللي محدش بيروحها. ليه؟ لأن الولايات الحلوة بتوع أمريكا هيروحوها، فأنت قدم في الحتت اللي بتوع أمريكا مش عايزين يروحوها. خد لك سنة أو سنتين وبعدين تقدر ترجع تاني وتمارس في ولايات، في ولايات بتقدر السنة والسنتين زي نيويورك وميشيغان وتكساس، والسنة واحدة زي فيرجينيا. أعتقد إن ديت يعني حل برضو كويس، بس هتبقى ممارستك لطب الأسنان بس في الولاية اللي أنت هتطلع فيها الرخصة، مش زي خريج الكلية. خريج الكلية هيقدر يمارس طب أسنان في منطقة من المناطق الأربعة اللي هما النورث إيست والويست والساوث، الميد ساوث والميد نورث، دول 4 مناطق، أو ممكن يقدر يمارس فيهم كلهم على حسب الكريدنشال. يعني ممكن بعد 5 سنين مثلا يشتغل في بوسطن وعايز يروح كاليفورنيا، بس بيحول الكريدنشال بتاعته لكاليفورنيا، مش محتاج يمتحن امتحان تاني. فطبعا دخول الكلية أحسن، وطبعا بتبقى متخرج من أمريكا غير إن أنت متخرج من البلد بتاعتك، طبعا أحسن بكتير إن أنت تبقى خريج أمريكا. بالنسبة للمصاريف، كان الناس سألوني عن المصاريف، أنا قلت لكم قبل كده المصاريف تقريبا حوالي 100,000 دولار في السنة، ممكن تزيد حبة وممكن تنقص حبة. دي مش مصاريف الكلية بس، دي مصاريف السنة كلها بما فيها السكن. مصاريف الكلية بتبقى في حدود 70,000، ومصاريف السكن في حدود 30,000، السكن والأكل يعني. فال100,000 هيكفوك تماما في السنة الأولانية، والمية تانية في السنة التانية يعني 200,000. طب افرض دخلت سنتين ونص يبقى 250، لو دخلت 3 سنين تقريبا 300، على حسب برضو الكلية اللي انت هتقبل فيها. سؤال تاني جالي بيقول لي اقدم في انهي كليه؟ انت تقدم في كل الكليات لان في كومبيتيشن كتير جدا، انت محتاج تقدم في جميع الكليات عشان تزود فرصك. فانت ما تقولش بس انا عايز اقعد في كولورادو او عايز اقعد في كاليفورنيا، لا، اللي يجي لك روح. امريكا كلها زي بعض، هيبقى في اختلافات طبعا، السكن احسن في حته، اغلى في حته، الاكل اغلى في حته، بس كلهم زي بعض، مش هتفرق كتير. طيب غير السكن غير الدراسة، الكليات هتفرق خالص، الدراسة هتفرق خالص، كلهم زي بعض. الدراسة سمعت برضو من حد بيقول لي ان في كليات بتدرس نظري اكتر وكليات بتدرس عملي اكتر، الكلام ده مش حقيقي، معظمهم بيدرسوا نفس الكريكولم. يمكن مثلا هتزود هنا شهرين تشتغل كلينيكال اكتر، ممكن هنا شهرين هتستدي اكاديميك اكتر، بس في النهاية هتتخرج زيك زي الطلاب الأمريكيين، عندك نفس الكفاءة بتاعتهم، لأن الامتحان اللي انت هتاخده في الآخر امتحان بيقيس الكفاءة، وعادة 90% بيبقوا clinically acceptable، وفي 5 بيبقوا superb حاجة رائعة، وفي 5 وحشين قوي المفروض ما يمارسوش طب الأسنان. أنا عن نفسي كنت بدرس في تافتس، قعدت حوالي 5 سنين ونص، كنت بشوف الطلبة اللي جايين معهم بكالوريوس من بره مستواهم أحسن من الطلبة اللي هم العاديين، لأن بيبقى عندهم خبرة أكتر. بس الطلبة العاديين اللي هم داخلين 8 سنين بيبقى عندهم التزام أكتر، ما عندهمش الشورت كاتس، الناس بتعمل اللي بيتقال لهم بالظبط. دايما الطلبة اللي متخرجين من بره عايزين شورت كات، عايزين يعملوا الحاجات بطريقة مختلفة، وديت أنا ما انصحهاش. يعني إن شاء الله لو لما تيجوا هنا، اي حد يجي هنا يمشي بالنظام، امشي بالنظام اللي هم حاطينه، يعني ما تحاولش تغير العجلة زي ما بيقولوا، خليك زي ما انت ماشي معاهم، امشي مع الموجة لغاية ما تخلص وتاخد رخصتك وتبتدي تشتغل. اتمنى ان يكون الفيديو دوت جاوب على اسئلة كتيرة للطلبة. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هحاول اعمل لكم في الويك اند ده 2 او 3، اشرح لكم فيهم حاجات تانية عن طب الاسنان في امريكا، وحكاية تانية جديدة إن شاء الله. السلام عليكم.